by Abdel Fattah el-Sisi, the president of Egypt, to his terrorism list, and they are names of journalists and human rights defenders. We know he has 60,000 political prisoners rotting and dying in jail. Where is the uproar about this? Where are the front page covers about this? Is it because Erdogan's authoritarian, or is it because he's independent, or is it because he's Muslim? But I'm sure one thing is for certain. This is actually nothing to do with whether Turkey has an authoritarian leader or a democratic one. The West is absolutely comfortable with autocrats who are far worse than Erdogan. What this is to do is with power projection. And the West wants Turkey once again to be its tame plaything. And Turks have to decide whether that is what they want. والله صدقوني يعني الكلام سمعته أكثر من مرة بتاع ديفيد هيرست، لأن دائما الكلام لما يأتي من داخل البيت يكون قوي ويكون مؤثر وبالحقائق والأدلة. قال لك إذا كان الغرب يدعي، طبعا جاب ما تكتبه دير شبيغل واللوبوان و الإيكونوميست وكل المجلات والجرائد الغربية، الحرب اللي شنوها على أردوغان، لكن الرجل يحترم عقله، ما عندك مديلة إلا أنك تقف احتراما ليه، مش زي الطناجر اللي عندنا هنا، الباكوات الدواب اللي قاعدة عندنا، كثير من الدواب يا أخوة، زي صحيفة المرصد والمسؤولين عليها، كلمة دواب شوية فيهم. يعني هؤلاء هم جماعة جنكيز خان اللي خلوه يدخل بخارى. قال لك الغرب ما هي حجته، إذا يبي انتخابات حرة، قال لا يشك أحد أن انتخابات تركيا حرة وتفرز فيها كل ورقة وكل تركي يمشي يعطي صوته. يعني تخيلوا بين الرئيسين 4% 49.51 و45 ولا مش عارف فاصلة 88 واحد، يعني شيء مهول، شيء يعني لا يناقش أحد إنها حرية. ما يا غرب مش تقولوا انتخابات حرة، هذا السبب الأول. الثاني أنها ديمقراطية نادرة في وسط الشرق الأوسط. بالفعل ديمقراطية 99.99 متاع بشار الأسد وبوه قبل حافظ الأسد، والديمقراطيات اللي يضحكوا بها على الناس. قال لك مش معقولة تدعم السيسي وتسكت عليه والصحافة الغربية تتغنى به وعمره ما هاجمته، وهو الذي قتل أبناء شعبه والموجود عنده في السجون 60,000 ولا معروفة قتل الصحفيين وتهجيرهم هو كصحفي طبعا. لكن هل سمعت واحد يتكلم عن النظام المصري؟ لماذا أردوغان؟ السؤال اللي يطرحه ديفيد هيرست واللي نطرحه احنا بدورنا، لماذا هذا العداء يا أردوغان؟ لأن أراد أن تكون تركيا مستقلة عن الهيمنة الغربية، لأن يحاول أن يبني بلد قوي وهو من حقه، لأن دخل في الصناعات العسكرية وقالوا أن هو يريد إعادة الإمبراطورية العثمانية، شوف يعني كما يريد بوتين أن يعيد الإمبراطورية الروسية.